أخذ رأي الشريعة، وجهة النظر الشريعة الإسلامية مع دكتور أحمد كريمة، دكتور شيخ الأزهر. صباح الورد يا دكتور، وأهلا بحضرتك. أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، صباح الورد يا دكتور. يا أهلا وسهلا، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا دكتور شايف من وجهة نظر الشريعة، الاثنين لما الرجل والمرأة لما يجوا يرتبطوا ببعض، المفروض كل واحد يصارح التاني بالماضي بتاعه فيما يخص العلاقات بالطرف الآخر؟ لا اطلاقا. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا الانسان في صباه او في شبابه او في سنوات عمره له احوال تخصه. هذه الامور سواء كانت ايجابيه او كانت سلبيه هي في الاصل بينه وبين الله عز وجل، فيجب على الانسان ان يستر نفسه لو كانت امور سلبيه، والأمور الإيجابية لها ضوابط. فيما يتعلق بأنه يصارح الطرف الآخر ليس مكلفا ولا ملزما، خاصة إذا كانت هذه الأمور ستسبب مشاكل معينة. يعني مثلا سبق له خوض تجربة معينة أو ممارسة شيء معين، بطبيعة الحال هذه الأمور تخصه، ولذلك الفقهاء قعدوا قاعدة أن الستر أولى من الرفع، يعني أن الإنسان يستر على نفسه أفضل وأولى من أن يرفع الأمور سواء لقاضي أو لطرف آخر وما شكل ذلك. ومن هنا نقول أن الشريعة الإسلامية جعلت هذه الأمور من خصوصيات الإنسان، إن كانت أمور سلبية يتوب إلى الله تعالى ويستغفر الله منها ولا يطلع أحدا عليها، لأن من المجانة أن الإنسان يعني يذنب ذنوبا ثم يذكرها إما مباهاة وإما كل هذه أمور خاطئة. وعندنا يمتاز الإسلام أنه لا يوجد في اعتراف حتى في الجرائم الخاصة السرية التي لم يطلع عليها إلا الله لأحد، بل إن الإنسان يستر على نفسه أولى. والطرف الآخر ليس يعني أيضا ننصحه، لا يجبره أو لا يتحايل عليه بأنه يفضي إليه ما كان من أموره الخاصة، طيب. ربما تؤدي إلى مشاكل. طيب فضلت يعني الشيخ مثلا بضرب المثال يتضح المقال. لو نفرض أن امرأة كان أحد الأقارب أو الجيران له تعلق بها ويريد أن يتزوج منها، ولكن ما حصل نصيب أو رفض إلى آخره، أو هي مرت بقصة مراهقة فيها عاطفة معينة غير ناضجة، ثم هذا الأمر أصبح نسيا منسيا، هل من العقل والفطنة والحكمة أنها يعني تحدث زوجها عن هذه الأمور؟ بطبيعة الحال معلش بس فكرة. ممكن أقطع كلام حضرتك في النقطة دي. نعم. فضلت الشيخ الأول وصباح الورد على حضرتك. يعني حضرتك بتقول ان احنا يعني زي ما بنقول كده ان الله ستار حليم، واحنا ماشيين بالشريعه الاسلاميه، لكن احنا في مجتمع بيعتمد اكتر على العادات والتقاليد. يعني مثلا احنا في زمن للاسف مش كويس، ممكن حد من اقاربها زي ما حضرتك قلت كانت مخطوبه او كانت مرتبطه بحد من الاقارب او من الاهل او من المحيط اللي حواليها وما قالتلوش، حد تاني زي ما بنقول بالبلدي بيصطاد في الماء العكره ويروح يقول لزوجها، ما هي كده هتحصل مشكله ما بين الزوجين ويكونوا خلاص اتجوزوا، فلا قدر الله ممكن تؤدي الى انفصالهم. ايه راي حضرتك في الكلام ده؟ لا مش اصل الكلام ده حضرتك ليس يعني مساله قانون عام، لكن هو في امر واحد فقط اللي هو الانسان يطلع الاخر اذا كان فعلا تزوج، يعني اذا كان تزوج سواء بعقد زواج او سواء عقد مع دخول. نعم في هذه الأحوال لابد أنه يحيطه علما بذلك. أما الممارسات كما قلت في حالات مراهقة أو شيء، أما أن طرف آخر يسعى بسعاية أو نميمة، ده هنا يدل على أننا نفتقد إلى التوعية الدينية في مكارم الأخلاق، لأن مفروض أن المسلم الملتزم الحصيف الفاهم لدينه أن يستجيب لتوجيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من ستر مسلما ستره الله
وان الانسان يترك هذه الامور بمثابة الذكريات في التاريخ. نعم. واستكمالا يعني برضو لكلام حضرتك، يعني حتى في سورة الحجرات يعني الاسلام كان حريص جدا جدا على خصوصية الناس بشكل عام. هو يمكن انا يعني ارشد فقط ان الانسان يتجنب يعني ما يثير حتى الغيرة. هي ممكن واقعة بتعلمنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ان لما وجد مرة احدى زوجاته لا داعي لتحديد الاسم يعني بتغير انه يذكر السيدة خديجة عليها رضوان الله بالمدح مرات، فقالت له يعني معاتبة او غضبة: لقد ابدلك الله خيرا منها. قال: لا. هنا بقى بنتعلم الوفاء. قال عليه الصلاة والسلام: صدقتني حين كذبني الناس، وواستني بأموالها حين منعني الناس، ورزقني الله منها الولد. فزوجة النبي صلى الله عليه وسلم أمسكت فيما بعد عن أي كلمة تثير الماضي، لكن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام لم يتكلم مع إحدى زوجاته عن خصوصيات الزوجة السابقة أو. طب أنا معلش كان ليا سؤال بقى عند حضرتك كده، خلينا ننزل أرض الواقع شوية ويعني سريعا. لو الزوج هو طبعا مرفوض دينيا واجتماعيا وعادات وكل حاجة، لو الزوج بقى اتجوزه خلاص والزوج خان زوجته، المفروض انه يروح يقول لها ولا لا؟ يقول لها عن ايه؟ عن خيانته ليها. لا يا فندم، ده حضرتك بقى ما قلت لك اساس الشريعه الاسلاميه في هذه الامور الستر. ان الانسان يستر على نفسه. تمام. يعني حتى وقائع كثيره جاء فيها جناه او مذنبون وارادوا الاعتراف للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي عليه الصلاه والسلام يريد ان يجعل لهم مخارج معينه لان الستر هنا اولى. كون ان تحصل يعني لا قدر الله في حياه اي انسان عادي خيانه معينه، خيانه عرض، خيانه مال، تصرف مسيء، لا لا لا, لا يطلع الاخر عليه ويبادر بالتوبه الى الله عز وجل ولا يفضح نفسه فيعني ولا تسبب في الفاق العار لا بنفسه ولا ايضا باغار الصدور، لاننا مجتمع او بشري، فالانسان حينما يعني يتعرف على نقائص الاخر قد تكون سلاحا له عليه فيما بعد. نعم. وصلت رسالة يا فندم، شكرا جزيلا. دكتور أحمد كريمة أستاذ قسم الشريعة بجامعة الأزهر، بنشكرك شكرا جزيلا.